زول مس الخير مرا في اللون وكون ويد كون مثي غادي توالينا لوانا كي التعاد ذني سلن تمديث نواسا أسوين تيدو ذا عبد المجيد تبوني فوريش قيس سعيد سلوين تموت تونس الثالث الحكم تيسنا سود مصيب لينا في بولنسان المسن نسلم من الحرفات يتبقى في القرايين جوج الاف 24 جوج الاف 25 رسالة اللجنة سيود طون نيم غلا سنة 41965 سبان زدما في وحشيين ديالنا تخلقي في تخدم شامة سون يونيا هين سوشد برحاني مدبران تزمال في فلسطين أزول التفاصيل أن وغمس أسلوين تيغدو ذان عبد المجيد تبون يفوريش قيس سعيد أسلوين تيغدو ذان تونس المن دوكمل ذي الحكم ذي ثالث في سنات ويا بعد ميدي فراح نغيد فراح تود سنة تفرانين سوض منصيف ذاك قيس سعيد ذا سلوين تونس بعد ميدي حلان السواث نوكدو ذا تونسين ستسعين في شهر ستة ذي المية ما كان اسمنا فوضي إي قرزن ومنا يوكدو ذا تونسين ياكو الخير ذو نجمو ياكو أحرش أسلوية في ديرالي أن النمسا يشقاد ثبرات سني ذا يبوروي أسلوية نتيق ذا عبد المجيد تبون أفتاليث الحكومة في سنات ويسبق ند دي ثبرات الناس لكن الساغن يقرزن يقرز يرد النمسا يخلق اللذغين وسجهد والساغن المعونات النت ذا مسا يجمع النسنات نت مولا سود موسي في دلان ثوليان السان الثلاثان لشغال تمليلي ثاقر غلان تفخلص ستاويل النوميريك في الزيار الثامن ناخ في القديش يديه قان غالي فنت دريم في البنكان الزيار والقديش اقين إلا دسون حضور نون غلا فنت دريم في العزيز فايد وثمليلي ثاقين تساوني تسقاضش تاس نيس نتالن يشدن القديشة فنت دريم ذو خلص سود مأفرار سوتكين زيريين ذي فرانيين توقصن ذي القديشات النت ذريم ثلاثة في ذن النوميريك ذي مذبرن البنكات وذن سميكتي القديشاقين أذي الدورين استغزين سين وسن لمن دا نسنانيا غن وحريش نسيادا غن لضحى لكن هذي خدم اي سوري فنا زداد تغليف وحريش اكيا فكان نزال مقرن يسدون الشغال وحريش نسيادا لضحى سنني ميري كذاين ايدي وكذا نغلاف نسيادا لضحى احمد بن داني اسواض امينة اوكالي هذه الندوة تأتي في إطار التزامنا المستمر بتطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات للرفع من قدراته الإنتاجية من خلال تحديث إدارته بما يواكب التطور التكنولوجي من خلال الانخراط الفعال في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الذي جعله السيد رئيس الجمهورية من أهم أولوياته ومن أبرز أسس الجزائر المنتصرة. الوحريش نت زمات دولة عنايا ون المهنة خبانيث موبيليس دلوليان الولاية نبليدا إبراهيم أوشان إدي لانو سروسو ونزرون الساس نمكان نت زمات يتوخصن إوذاوين وطن نو الكونسير ذي لوبيتال نو فرانس فانو وسن فراقيا أدي لين الساس نت دريم تينس صغور خبانيث موبيليس ونمهال ندخو بانيث الموبيليس ينسي تماس لكن ثوخ بانيث اجيان تسعى لفغي ديما يوخدم اسم فارون اديو غالن سلفيدان اذ خلقيف اسواض عبد الرزاق ديني كلا ما تحدثنا عليه موبيليس دعم الرياضة دعم الثقافة شفنا دعم الصحة في أزمة كوفيد 19 في أزمات أخرى ولكن هذا هو الاستثمار الحقيقي والدائم هذا هو الحقيقي والدائم لما نتحدث كذلك على المجال لقيسنا كامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
تحدثنا على هذا المشروع. أنا قيمة ديما دكتور فراقين أني ذا الولي الولاية بليدة إبراهيم أوشان ولا سي ثما ساسوري تخدم موبيليس نتوشين التدريم في وسن فراقين هذه سخفف في موضان وطن نور كونسير. ما قامت به موبيليس مشكورة مشكورة جدا جدا لأن هذا أكبر استثمار، استثمار مع المواطن الجزائري، استثمار مع البلد نتاعو، ولكن استثمار مع ربي سبحانه، لأنه بفضل هذه التوسعة، بفضل هذه الإمكانيات، بفضل هذا الآخر راح تنقذوا أرواح، يعني بيكون شفاء إن شاء الله، نتمنى الشفاء لكل الناس. دولة نيا ونغلف نسل مدن الحرفة ياسين ميرابي قرزان الوهران دلات وغالين ويذرا يغلون نري المسن على السنتر نسل مدن الحرفة اكتوبر جوج الاف اربعة وعشرين جوج الاف وخمسة وعشرين سوهجين اربعة الاف نيكرسي وين القرايا ومينوثي ديفان سقواسا كيذاك نغلف نسل مدن الحرفة هكاند لي سبيسياليتي في جديدين اما ذوق حريش نتفلاح ذو حريش نيميريك لا تكنولوجي ثفرارث ذا لي سبيسياليتي النهضن. السنين على اتفاق الشروكة غير تتسان الزيار نوس حفيفار في سلنا نيمز داغ تتسان لاموريتاني يسوين على اتفاق غين ذاس حفيفار في سلنا نيمز داغ ان اذا ديو كذا سلوين تتساقيا يسحفي فيرنا في سلنا نبريفي نيمز داغ سمير بورحيل ذاكن الاتفاق غين تسوغنيت يمبدلنا الترميث يارسنا ثنوت مولا وقوينيانا نسحفي فار في زرفا نيمز داغ مكنا مثيليس اموريتاني محمد الامين ولد سيدي يغلد سي تماس فراينس دي شارو هيجين في الجزائر ميكروفون أميرة أمكادش. وها نحن اليوم نوقع اتفاقا بين السلطتين الجزائرية والموريتانية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، نجسد من خلالها النوايا الصادقة لتعزيز التعاون الثنائي الفعال لتبادل التجارب والخبرات في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث سيشكل شراكة فعالة بين سلطتينا من أجل وضع إطار مميز للتعاون الثنائي في مجال تنظيم حماية البيانات ذات الطابع الشخصي. إننا نؤمن بأن تكامل الجهود وتبادل الخبرات هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف المشهودة من تنظيم حماية البيانات ذات الطابع الشخصي. إلى من دمك زم سقاس فزم ثلاثة وحشيين بيان نتخلقي في خدم وعدة وسويونين في جدود فلسطين الجزائر ديما تفد سيدي سنو جدود فلسطين في تسوين في جذا غلانين ما ذكر وجناس يدوك لنا ما ذكر ونتمران في عراضين يدفع في زرف فلسطين ضد دفع ذغن في ثيل اللينس وذي قيم الصوت من الجزائر ذو الصوت من الحق يقلان مجال لنتمحقراني تدوس في فرا في زرفان انو مبان حنان حلو. أسقو سيا غاف طوفان الأقصى تتكمي لها الدبلوماسية الجزائرية في فدينس ديما أغاري ديس ننتمور فلسطين ظهر يون في فديلالا إمي غدق سي سقوسنا لان الزاير ثمالة دلوفغينس يوسح في فرغة في زرفان نوكدوث أفلسطينيا ذوامك أثوض أرسل الليغينس. نحن عبرنا عن امتناننا من الدور الجزائري في هذه المعركة، خصوصا في المنتظم الدولي في المساحة السياسية والدبلوماسية، وهذه الدبلوماسية النضالية التي تخوضها الجزائر معنا للدفاع عن الحق الفلسطيني. ولكن نحن والجزائر والجميع يعلم أن هذا المنتظم الدوري يعني يعاني من خلل بنيوي في نظامه يجعله غير قادر على تطبيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وأتحدث هنا عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، والعالم يرى هذا الكيان الغاصب يرتكب جرائم موصوفة بالقانون الدولي، ثم هو يعجز عن اتخاذ القرار الصحيح للجم الاحتلال بسبب استخدام ورقة الفيتو في وجه قرارات من لأجل أسباب إنسانية. هذا ما صرح عنه الرئيس عبد المجيد تبون قبل فترة بعيدة، وعاد تذكير به مؤخرا بأن هذا المجلس بهذه الطريقة يصبح عاجز عن تحقيق أهدافه، وبالتالي هذا المسار رغم هذا الخلل البنيوي في هذا المنتظم الدولي هو مسار حيوي يكشف ازدواجية المعايير ويعري هذا الاحتلال ويفضحه، ويجب أن يستمر.
ديال الجموعة غرغلان سفقان تمرت الجزائر ذي مذبرون إنس ذاك الجزائر وتحفيد سارة بدينس أما السرثيت أما الدبلوماسيت يرسنا ثقيان تمورا غيقيا يلاد ذاك الصوات ذي صغان نوكذو ذاكيا مازال لسلن غاسو لما لن دقسي عويقن الدبلوماسية الجزائرية نعم هي تقريبا الدبلوماسيات الصلبة التي يعني من مبادئها الوقوف إلى القضايا العادلة وتعتبر قضية فلسطينية في سلم القضايا العادلة إلى جانب قضايا أخرى، فبالتالي يعني ترافع عن القضية الفلسطينية. وفي 2022 قامت الجزائر بتصحيح اعوجاج كبير جدا حدث للقضية الفلسطينية عندما دخلت في صراعات يعني بعض أطراف فلسطينية أو بعض الأطراف العربية كأنها انساقت إلى مزالق، فبالتالي أصبحت تعمقت اللي هو ما بين فصائل فلسطينية وما بين دول عربية، فليتم ترميم هذا الصدع الكبير أقول في الجزائر في 2022. فهذا طبعا إعادة الجل في القضية الفلسطينية إلى الأقل إلى جزء من حاضنة العربية، لن أقول كل أو كل حاضنة العربية، طبعا بحد ذاته هذا إنجاز كبير جدا يحسب للجزائر في الحقيقة. وأيضا تكوين لجنة دبلوماسية، يعني ورأينا اليوم أن الجزائر تتحدث باسم الكتلة العربية على مستوى الهيئات الدولية، طبعا هذا نتاج ما قامت به الجزائر من دبلوماسية كبيرة جدا. أيضا اليوم الدور الجزائري متسلمت مقعدها في الأمة في مجلس الأمن غير الدائم لمدة سنتين، كانت في البداية قد أعلنت الجزائر عن مرماها وعن خططها وعن خطة الطريق التي ستسير عليها، وكانت وضعت القضية الفلسطينية. فربما الجزائر من أكثر الدول اليوم تقدمت بمشاريع كبيرة جدا على مستوى مجلس الأمن وحتى الأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية، ورافعت وأيضا حملت المجتمع الدولي مسؤوليات كثيرة جدا. ولعل خطابات بن جامع اليوم أصبحت حقيقة ممتعة في جانبها، حتى أني رأيت في غزة يعني عبارة كتبت قال ننتظر أبو عبيدة في غزة وننتظر بن جامع في الأمم المتحدة. إلى من دسقات سف طوفان الجزائر توكد ما يلثكال يفدي صغار يدي سنة تمورت فلسطين أي جي غذي النو غرم زروي نصح في فهر غريزة الفن نوم ذان ذا تلالينس وتقيم الجزائر تفد ذا قوذم نيالثي محقرانيث ذا ويدور نتقدرارا إذا الفن بومذان أرسل أن اللجنة السفر حندي مضبران تزمال ثن فلسطين السنة نتلفا ذاك نيوضوطون نيمغرسن 41965 97590 ذا مجروح سقمي بذا وصهيوني زد مثينا ستي وحشيين مبيان تخلقي 6 أكتوبر 2023 ميلا نغال الضربة وشينا 39 قولان من الشنة الصهيوني يخدم 8 نزد ماث في توشولين نغزان ديكلان سلموت 56 ذا مغراس 278 ذا مجروح بلولو فاني مغراس نظان ذا قفردان وياد سداون القاعة وعذا والصهيونية أميال ثكلت أجران يغال نسليك أدفكن أفوس نلمعونا تقران عن التفاصيل وميس يقولي كانت متمخير أي نديو فلانتكس أسلوينة تقدو ذا عبد المجيد التبوني فورش قيس سعيد أسلوينة تمور تنتون السف ثالث الحكومة تيسنات سود منصيف فيلينا في بولانسان المسنة لي سونتر نسلم ابن الحرفات وفقاس اللقرايا جوج الاف 24 جوج الاف 25 رسالة للجناس يوضطون نيم غلا سنة 41965 سبان زدمات وحشيين مديالنا تخلقين في خدم الشمع السوريونية ذي يمسو شد فلاح ان امضبرون تزمات فلسطين تقرأ عن وغميس جاء لهنا تلويث في مليليث